الجيل ده تحديدا. لا بص، انا ايما، انا بحمد ربنا والله العظيم ان انا طلعت بدري، او ان انا الفرصه اتيحت ليا ان انا اطلع بدري مع الجيل ده. يعني انا طلعت كان الكابتن عماد موجود، والكابتن حسام غالي، والكابتن كان كابتن شفيع فضيل، وكابتن عبد الظاهر، كان ناس. يعني لحقت انا مش عايز تريكا ولا انساها. لحقت تريكا ولا ما لا لحقتوش؟ انا طلعت في السنه اللي معظم اللعيبه كانوا اعتزلوا، يعني هم ما لحقش. اعتزلوا في السنه دي. اه اعتزلوا لما خدوا افريقيا تقريبا 2013 مظبوطة. 12. اه انا طلعت 2014. يعني حتى يعني كون اللي كابتن عماد متعب جابه بتاع الكونفدراليه، انا كنت معاهم بس كنت متأيد. بس والله مظبوطة. اه كنت في لا لا الاستاد الله. ساعتها. ولا لا لا يعني من اكتر لحظات حياتي فرحه، يعني في الجون ده، ان انا يعني كنت معاهم وبتمرن معاهم، بس انا دلوقتي قاعد بتفرج فوق، فاهم؟ ايوه صحيح. فلا يعني انا بقول لك، انا بحمد ربنا ان انا قعدت شويه مع الناس دي، ان انا قعدت اتعلمت مع الناس دي. انا بجد يعني كنت يعني 3 4 سنين يا هيما انا بسمع بس، تسمع انا بس. بتعلم بس، دي حقيقة. انا بتمرن في التمرين، بسمع من كابتن عماد، وبسمع من كابتن حسام غالي، وبسمع من ده، وبسمع من ده، ان انت بتتعلم. انا دلوقتي دوري ان انا بتعلم، ان انا برافو عليك بجد يعني، برافو والله عليك. صح، العظيم يا هيما اقسم برافو بالله، عليك. مش بقول كلام وخلاص والكابتن عماد عارف، بس صح، الحاجات دي دي حقيقة. فرقت معايا كويس جدا دلوقتي. فرقت معايا ان انا بقيت حاسس، يعني اولا رقم واحد ان احنا شلنا المسؤوليه بدري. يعني احنا كنا صغيرين شلنا المسؤوليه وتعلمنا المسؤوليه من الناس الكبار دي. دايما كانوا بصراحه في ظهرنا، دايما ينصحنا، يقول لنا كذا اعمل كذا، المفروض انت كنت تعمل كذا، ممكن يقصوا عليك شويه ان انت غلطت في كذا، بس كل ده فعلا دلوقتي احنا يعني بنقعد نقول فين ايام كابتن عماد، فين ايام شفت كذا، الدرجات دي؟ فاهم قصدي؟ لا بص بص، انا مش الدرجات عايز اقطع كلام محمد هاني، ببارك له طبعا على على الاداء وعلى الروح وعلى المستوى وعلى الانجاز بالفوز بالمركز الثالث، دي اول حاجه. تاني حاجه، قليل جدا انك تلاقي لعيبه بتطلع بتسمع وتلتزم برافو عليك. بالظبط صح يعني، وبيتعلم زي ما هاني بيقول، ما بيفكرش في حاجه غير في الكوره بس. لعيب راجل، لعيب تعرف تتكلم معاه وهو بيبص لك وبيحترمك بشكل كبير جدا. لعيب عارف ان كل جمله احنا كنا بنقولها له او كل جمله المدير الفني بتختصر له سنين تجارب انتوا عملتوها. بالظبط، وبيسمع.